السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي بنحط التراب في بعض، بس الافضل ان يكون التراب في الزاوية السفلى او في اي زاوية تاني زي كده، الحتة دي كده مثلا زاوية او كده، الحتة دول كده مثلا. اول حاجة نفتح برنامج تشارلز، نروح مزرعة الجار، نفعل بريك بوينت ونرجع مزرعتنا لحد كده كويس. نروح مزرعة الجار، نفعل البريك بوينت، نرجع مزرعتنا، ندوس مرة اكسكيوت مرة اكسكيوت، بعد كده هيظهر تاني edit mf edit mf. بعد كده نفتح الماب map ونفتح اي ملف، بس الافضل يكون صفر. هتسألوا ليه بقى الافضل يكون صفر؟ عشان هيخليلك المزرعة فاضية تماما. نغير الاي دي الى نمبر ونكتب 3024. نشيل بريك بوينت وندوس اكسكيوت، نشيل البريك بوينت كده وندوس اكسكيوت، هتلاقوا المزرعة فاضية. حطوا التراب اللي انتوا عايزينه، بس لو عايزينه منظم ادخلوا مسافتين من على الجنب. هتشوفوا ازاي نيجي من على الجنب كده، نخش مسافتين كده، ايوه بس كده. نحط بقى التراب كده، هيكون بطريقة منظمة. التراب ونسيب برضو هنا كده، نروح مزرعة الجار ونرجع نلاقي التراب اتحط فوق بعضه. شوف بطريقة منظمة كمان. أرجو أن تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.